انا بقولها لك مخصوص عشانك. لانه بص يا كابتن، حاجه مهمه عايز اقولها لك. انت طول الوقت كابتن عادل معانا على الشاشه، اكرم توفيق بيهنئ لعيبه النادي الاهلي بالانجاز الذي تحقق اليوم. ابو الرجاله اكرم دراج. طب خلينا نسمع قال لهم ايه. طيب ماشي يلا بينا. انت بتاع سله؟ انا اول مره اكلم واحد بتاع سله والله. ازيك يا بيش؟